الاقتصادية، وخبرنا الأول خبر إيجابي من ثمار السياسات الناجحة لقرارات البنك المركزي اللي أعلن عن ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنهاية نوفمبر الماضي إلى 36 مليار دولار و723 مليون مقارنة مع 36 مليار و703 مليون دولار بنهاية أكتوبر السابق عليه، بزيادة قدرها 20 مليون دولار. البنك المركزي يعني ده زيادة بقى عن الرقم اللي احنا هنقوله، البنك المركزي سدد النهاردة مبلغ 2 مليار دولار مستحقة لصالح البنك الافريقي للاستيراد والتصدير. رامي ابو النجا وكيل محافظ البنك المركزي لشؤون الاحتياطي النقدي واسواق النقد صرح بان مبلغ ال 2 مليار دولار بيمثل الدفعة الاولى من قرض البنك الافريقي للاستيراد والتصدير من اجمالي 3.2 مليار دولار مستحقة على مصر خلال شهر ديسمبر من العام الجاري 2017، واضاف انه سيتم سداد مبلغ مليار و200 مليون دولار المتبقية قبل نهاية شهر ديسمبر الجاري، مؤكدا التزام مصر بسداد كافة التزاماتها تجاه العالم الخارجي في توقيتها المحددة.